جماعة هذا محل بيسوي دببة من 100 سنة تقريبا. طلع التاريخ عليها، طلع الأسعار طبعا. هذول طلع هذا في الستينات، هذا مصدوم، هذا ضربه الأخ اللي هون كان سكران عشان هيك بيشرب. فكرة هاي عجبتني أنا، make friends not war، حلو كتير. هذا في السبعينات، منظر رائع. شوف المنظر هناك جميل جدا، هاي كاتدرائية والله. هذا من 1920، قاعدة رومانسية، بيشرب الشباب قهوة. وهذا مصاحب وحده جايب سيارة قدام الحلزونة. هذا الحلزونة تبعت عادل إمام. الحلزونة بتاع الحلزونة 1920 ل 50. قاعدين بيلعبوا شدة طرنيب الشباب. اشتغلوا وهم برقصوا. حلو حلو كتير هاي. هذا بوك الايس كريم. It's caught in the crossfire.